ان هو يسافر كندا، وزوجته السيده المحترمه وهي مربيه ومعلمه رفضت ان هو يسافر، وبنته لما فاقت شويه قالت لا بابا يفضل هناك. شوف، طب اديني لمحه لما مدى الاختلاف في بص حضرتك الجماهير بتاعه الاهلي. سبب تواجد الكابتن حسام البدري هم الناس اللي حضرتك شايفهم دول، جمهور النادي الاهلي وقوه النادي الاهلي دائما في جمهوره، وعشق جمهور النادي الاهلي. وده انت النهارده تاني مش بتلعب باسم مصر، وده لقطه عجبتني في احد القنوات ان هو ابتدى الاعلام يختلف في ده، ان هو يحاول يحفز الجمهور لما بعد كده، ان الجمهور واقف في الدور، ان الجمهور واقف مستني كل واحد يخش، مفيش تزاحم، مفيش واحد عايز ياخد دور قبل واحد. ده على فكره ده يخليك ان انت مثلا لو في شهر عقاري، طب ما تيجي نعمل زي الجمهور ده، لو انت في مرور، طب ما تيجي نعمل زي ده. يعني المشهد ده مش مشهد مباراه، المشهد ده بيعلمك في اماكن. طب اقول لحضرتك حاجه، مدرج النادي الاهلي، مدرج جمهور النادي الاهلي، انت مجرد ان انت دخلت وقعدت، مش مهم انت اللي جنبك عارفه ولا ما تعرفوش، بس هتحس ان هو حبيبك وصاحبك، وبتتكلموا في نفس الكلام، وبتشجعوا نفس التشجيع، وبتقولوا نفس الاغاني. وعلى الرغم ان ممكن فور انتهاء المباراه انت بتروح لمكان وهو بيروح لمكان، بس وقت المباراه انتوا الاثنين حاجه واحده، وهو ده قوه مدرج النادي الاهلي، وهو ده اللي حضرتك بتشير اليه. دي مش فلسفه، ولكن اللي حضرتك قلته ده الله يرحمه الاستاذ عباس العقاد قاله من عقود كبيره، واللي احلى من ده وده وانتوا جبتوه، مش عارف انتوا ولا مين، ان هو جاب لك مشجع زملكاوي ولابس، شوف ما مدى ان هو مش خايف مش قلقان، رايح يشجع النادي الاهلي في برج العرب قدام النجم ولابس التيشيرت وموجود في وسط الجمهور. هو ده اللي حقه الاعلام، وعشان كده مثلا حضرتك بتيجي تقول لي النقد الرياضي، بقول لك لا. ليه؟ لان النقد الرياضي اصبح من اكثر الاسباب اللي بتعمل كوارث لمصر، وعشان كده مثلا المجلس الاعلى للاعلام ما عملكش مثلا رقابه على الصحفيين الاقتصاديين، رقابه على الصحفيين بتوع الصحه، عمل لك رقابه على الصحفيين الرياضيين. وليه؟ مش عشان هم اقل من اي حد، ولكن لان كلمتهم ومستواهم بيصل الى كل جماهير مصر، وممكن كلمتهم ترفع فوق جامد جدا، وممكن كلمتهم تنزل جامد جدا، فده اللي بنتمناه. نروح للاستاذ الكابتن حسين عموتة. هو ارتدى امبارح ثوب الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه في ايه؟ في ان هو قال لك احنا عملنا سنه في البطوله اللي فاتت، عملنا دور الاربعه، واحنا هنا انجزنا وطلعنا الفاينل، احنا كده انجزنا وكويس جدا جدا جدا. هو بيحاول يصدر ايه الى النادي الاهلي؟ ان الراجل انا جاي مستكين، وانا جاي لك فرحان ان انا بلعب قدام النادي الاهلي ابو 8 نجوم، انا دي اقصى امنياتي. ولكن يروح طالع من مكمنه ويلدغ اللدغه ويعملها. هل ده مش واصل للجهاز الفني للنادي الاهلي؟ بالتاكيد واصل، ولكن هو ده بيعجبك ان الاخر فايق وبيلعبك فنيا وبيلعبك نفسيا وبيلعبك. تروح لي عنده اكتر من مركز في بعض الثغرات، دفاعاته طبعا من اقوى الدفاعات بدليل بالارقام، ان تلاقي ان هو دخل في مرمى 5 اهداف من بعد الدوري، فدخل 4-1 فقط على ارضه. ده يخليك ان انت زناكو فاز عليه 1-0، صن داونز فاز عليه 1-0، ده يخليك ان انت تفطن ان انت ما ينفعش مع الفرقه دي 1-0. 1-0 يبقى انت بتدي له الهديه ان هو يقدر يعمل ايه في الدار البيضاء. يبقى انت محتاج على الاقل 3 وبدون اي رقم جنبها، ما ينفعش يدخل فيك هنا جون. فعشان كده محتاج جدا ان يبقى محمد نجيب و سعد سمير في قمة تركيزهم، وحتى ما يجيش الجونين اللي جم من النجم الساحلي. أمير عبد الحميد يلعب الدور الفني في قيادة الدفاع بشكل كبير، لأن هم هيحاولوا يستغلوا مش المساحات اللي خلف أحمد فتحي، ولكن المساحات اللي خلف علي معلول، إلى جانب أن هم هو الراجل ما بيحبش يضغط من ما بعد خط النص. نعم، ما بيضغطش عالي من خط الهجوم، ولكن بيضغط عالي من خط الدفاع. هو ده. وليه دي؟ عندك النموذج اللي بيعمل ده عندك في مصر كابتن حسام حسن مع النادي المصري، وده نموذج كان بيبهرنا. ولكن لقيت كابتن حسام البدري حلل الابهار ده بعد مباراه العوده في الترجي، قلت الاهلي عايز يفوز يبقى لازم يضغط ولازم يروح، فالراجل اللي حلها لك قال لك انا ما ينفعش اضغط من الدقيقه الاولى، عشان لو ضغطت خلاص بطارياتي هتفضى